ما جزاء من يمر من أمام المصلي إذا تعمد ذلك أو لم يتعمد؟ ومن هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم، نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لو وقف 40 خير له من أن يمر من بين يدي المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله بأن يضربه يمنعه من المرور، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه شيطان، أو قال عليه الصلاة والسلام: فإن معه القرين، مما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته. أما إذا كان أمام المصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر. وكذلك إذا كان المرور اضطراريا كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمات التي لا يمكن المصلين تدارك المرور بين يدي المصلي، هذا لا حرج فيه نظرا للمشقة والضرورة. أما بالنسبة لمن يقطع مرور الصلاة فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوالهم الذي رجحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة. الله أعلم. بارك الله فيكم.